يا مرحبا ومسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وتزعنا لكم مع خبر يهم الكثيرين من القطريين. فابتداء من مطلع العام المقبل سيحصل المواطنين القطريين على تأشيرة الدخول إلى بريطانيا إلكترونيا من خلال برنامج الإعفاء الإلكتروني والتأشيرات من التأشيرات، وذلك قبل 48 ساعة من سفرهم. نعم، ويسري هذا الإجراء على الراغبين في القيام بزيارة سياحية أو زيارة عمل إلى المملكة المتحدة. أما فيما يتعلق بتأشيرة الطلبة أو العمل في المملكة المتحدة فتسري عليه أحكام برنامج التأشيرات المعمول به حاليا. نعم، يعني تقدر تسافر وتروح بس تأشيرة ما تأخذ إلا يومين. لا، يومين بالكثير، يومين بالكثير. قدم على الطلب في الانترنت وخلاص امورك طيبه. يا سلام، الله يوفقك. طبعا ما نشفع منها لازم. الله يعين ان شاء الله. مشاهدينا، نظم الاتحاد القطري للرياضات البحريه جراند بري قطر للدراجات المائيه خلال الفتره الممتده من 13 الى 16 نوفمبر بمشاركه 5 قطريين وعشرات المتسابقين من سائر انحاء العالم. خلونا نشوف مشاهدينا هذا التقرير اللي يتكلم عن هذه الرياضه. تتجه أنظار وعشاق الرياضة البحرية إلى كورنيش الدوحة، حيث تجري منافسات جائزة قطر الكبرى، وهي خامس جولات بطولة العالم للدراجات المائية التي يشرف على تنظيمها الاتحاد القطري للرياضات البحرية برئاسة سعادة الشيخ حسن بن جبر الثاني. صار لي فترة طويلة في المجال، تقريبا 10 سنوات الحين، وهي ثالث بطولة لي في أشارك فيها بطولة العالم. واليوم الحمد لله تأهلت حق سباق بكرة حق الهيت 1، كانت عندي تصفيات قبل شوي وسويت التصفيات وجبت رقم حلو وتأهلت حق سباق الرئيسي إن شاء الله بكرة. اليوم كان يوم تأهيلي، تأهلنا الحمد لله، احنا شباب قطريين 7 شباب كلنا تأهلنا الحمد لله. أنا تأهلت في المركز الثامن، وفي بعد شباب تأهلوا في مراكز شوية متقدمة الحمد لله على كل حال. شاركنا موسم اليو آي أم بطولة العالم، هي مكونة من 4 جولات. الأولى كانت بإيطاليا، جبت المركز الأول، والثانية بالصين جبت المركز الأول، فالحمد لله متصدر البطولة. فالحين الجولة الثالثة عندكم قطر، ويعني قطر بلدنا الثاني، فالوضع راح يكون وايد أريح لنا، وإن شاء الله تزهيب كل شيء أوكي، ويعني نحقق مراكز حلوة حق الخليج. مشترك من لبنان باسم الاتحاد اللبناني، والحمد لله انقبلنا بالتجارب الأولى كمان. أنا تأهلت بمرتبة 7، وبعد في عنا البول بوزيشن للانطلاقة لنشوف أي رقم بدنا ننطلق بكرة إن شاء الله. الأسبوع المقبل ستكون الدوحة مع حدث آخر، هو جراند بري قطر الجولة 4 من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 خلال الفترة ما بين 21 و23 من نوفمبر. بالانتقال إلى موضوع جديد، نتعرف الحين إلى مؤرخ وكاتب يمتلك أرشيف يتكون من مئات الصور القديمة والنادرة في جميع الرياضات، وأصدر مؤلفات وثقت تلك الصور. إنه سلطان جاسم الجاسم، الذي استضاف فريق عمل قناة الريان في منزله. كانت بدايتي في المرحلة الثانوية في جامع الصور من خلال طبعاً الأنشطة المدرسية، بحكم أني أنا كنت لاعب رياضي شامل، بس تخصص كرة القدم لأن الكرة كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في العالم. طبعاً كانت هوس جمع الأرشيف من تقريباً من الإعدادي، كان في بالي أني أعمل أرشيف. بعد طبعاً جهد جهيد وبحث كبير قدرت أن أعمل الحمد لله مكتبة رياضية عندي تضم حوالي 10,000 صورة. صورة لسمو الأمير الوالد خلال دورة الخليج الرابعة التي قيمت في قطر عام 1976.
هذه صورة طريفة لبطل العالم في الملاكمة المسلم محمد علي كلاي أثناء زيارته لقطر سنة 1968. الصورة هذه طبعا نادرة لملك الكرة البرازيلي المعروف بيليه أثناء زيارته لدولة قطر في 1973. شاركت في بعض المعارض في كتارة، أو عملت في معظم مدارس قطر معارض بمناسبة ملف كأس العالم، وهناك إن شاء الله في مشاريع كبيرة إن شاء الله من وزارة الثقافة. أيضا هم أبدوا استعدادهم أنهم يكون هناك في معرض متنقل للصور الرياضية في قطر، الأسود والأبيض، شمال جنوب شرق غرب، على أساس أن نعرف الأجيال ونعرف الناس بالرياضة القطرية القديمة. قمت بتأليف كتب، حوالي 6 كتب، بداية من 1992 كان كتاب عن كرة القدم، عن الشخصيات الرياضية في قطر. وفي 1997 عملت كتاب عن ألعاب القوى القطرية، وطبعا الكتاب يشمل أبطال قطر في ألعاب القوى جميعهم. وفي 2002 عملت كتاب عن كأس العالم اللي هو عالميا، يعني على مستوى العالم، اللي من 1930 إلى 2002 في اليابان وكوريا كأس العالم. وعملت كتاب سميته زمان في مختلف جميع الألعاب المختلفة في قطر رياضية. وفي توجه أن يكون في أوروبا الكتب هاي موجودة، على أساس أن الناس تطلع على الرياضة القطرية. يعني نحاول أن ننشر الرياضة القطرية، أن عندنا رياضة، وخاصة إحنا مقبلين على بطولات عالمية. لما تتعرف الناس الأجانب الأوروبيين الأمريكان عن ان احنا عندنا رياضه، حتكون فينا قناعه منهم ان والله قطر تستحق بطوله كاس العالم وتستحق جميع البطولات. وهذه امنيتي صراحه. أنا نتوقف الآن مع علوم الريس، وبالتحديد مع محمد بن بريك. مساك الله بالخير يا أبو بريك. مساك الله بالنور والسرور أخوي حمد العيدة، مساء عليك بالخير وعلى أخوي أحمد الشمري وعلى كل مشاهدين برنامج ترحيب وقناة الريان. حياك الله أبو بريك. في البداية تستاهل الناموس ومبروك الفوز. أنا اليوم تابعت السباق. تستاهل خير حمد. سلم على هو سالم أخيك. اي نعم طال عمرك، سلم عليه وقول له تستاهل ناموس. طبعا احنا مبارك في برنامج ترحيب لكل اللي فازوا اليوم في مشاركات الريس، وحظ اوفر للي ما شاركوا للي ما فازوا اليوم. ابو بريك، شو علوم الريس اليوم؟ تستاهل خير، وانا سعيد جدا اخوي حمد، واكيد الليله فايز ومتنومس ومستانس. سلام عليكم. بتجيكم الليله، بتجيكم علوم الليله مثل ما تقولون مخاطر، وبتكون الليله شكلها غير طبعا. تستاهل ابو بريك، عسى الله يجعلها خير ان شاء الله ابو بريك. اللهم امين اخوي حمد، والفوز مع كبار المضمرين والعمالقه والناس اللي عانين من كل مكان. يعتبر يعني انجاز كبير الحمد لله حقيقه. مع نعم تفوت ستار طيبة كالعادة. هذا السباق المحلي الخامس ابتدى من يوم أمس. يوم أمس كان في الفترة المسائية أشواط أصحاب السمو الشيوخ 10 أشواط، وكان جميع الأشواط كالعادة من نصيب هجن الشيحانية اللي اكتسحت أشواط البارحة مع المضمرين محمد بن خالد العطية وسالم بن فاران وأيضا حمد بن علي بن حلفان. مبارك الهجن الشيحانية والمحبين الشعر العنابي وللمضمرين العمالقة. اليوم كانت ثاني أيام السباق المحلي. الفترة الصباحية شهد إقامة 35 شوط، لا إله إلا الله، 25 شوط في ميدان الشحانية الرئيسي وعشرة أشواط في ميدان المصير. أنا بعطيكم لضيق الوقت الأشواط الرئيسية فقط. الصباح اليوم كان الفوز من إخواننا من الإمارات مع مهمة سعيد بن مبكر بن محمد العامري، نعم، الملقب بالعملاق العيناوي، وكان اليوم هو نجم الصباح والمساء. استطاع أن ينتزع الفترة الصباحية 5 أشواط مع الشوط الرئيسي، والفترة المسائية الليلة استطاع عاد مرة أخرى شعار العملاق العيناوي لينتزع مع زيب الشوط الأول الرئيسي مع سعيد مضفر بن محمد العامري. نهني سعيد بن مضفر العامري على هذا الفوز الكبير، ونهني جميع الفائزين. الليلة الأشواط كانت 18 شوط،
وطبعا بن مظفر اخذ الشوط الاول وانا اخذت الشوط الاخير. تستاهل البدايه والختام كلها مسك يا اكيد الله يطول عمرك. يوم بكره ان شاء الله بيكون عندنا ايام اللقايه الفتره الصباحيه لابناء القبائل بما يعرف بالاشواط العامه والفتره المسائيه اشواط اصحاب السمو الشيوخ، والسباق يستمر الى يوم السبت ويوقف السباق ونستمر مع المرحله الثانيه ومرحله الكبار ان شاء الله يوم الجمعه والسبت القادمين ان شاء الله. ان شاء الله الله يهينك يا ابو بريك. طبعا احنا راح نتواصل معك ان شاء الله بكره واللي بعده وناخذ منك اول باول علوم الرئيس. الله يهينك يا ابو بريك وتستاهل ان شاء الله. يا مرحبا تستاهل خير. مرحبا ومسهلا. نعم. الله يعطيك العافيه حمد. اليوم انا كنت في الشمال والجو زين وغيم ان شاء الله، بس ما حشدوها شيء. خلينا نطمن على علوم الجو مع راشد الدوسري. مساك الله بالخير يا راشد. مساكم الله بالنور والسرور. يا مرحبا يا راشد. مرحبا بكم راشد. عطنا علوم الجو اليوم، شفنا غيم بالشمال لكن ما جانا مطر، عطنا علوم الجو بشرنا. لا ان شاء الله ان شاء الله خير ان شاء الله. ما زالت الفرصه موجوده والاجواء غير مستقره ان شاء الله. ان شاء الله من هنا لين الاسبوع القادم تكون الاجواء غير مستقره، فما زالت فرصه الامطار موجوده. بالنسبه للتحذير ما في تحذير اليوم وبكره بعد بكره. التحذير اذا بيكون بس اثناء الامطار الرعديه ان شاء الله. بالنسبه لتبع الموج على الساحل من قدم لقدمين داخل البحر من قدم لثلاثه بيوصل اربعه على بعض المناطق. الهواء بشكل عام شمالي غربي شمالي شرقي، والوضع هذا ان شاء الله بيستمر من اليوم تقريبا، نعطي تقريبا لاربعه ايام قدام. الاسبوع القادم في احتمال ان شاء الله يكون في مطر يعني. امين امين يا رب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الله يجزيك الله يعطيك الف عافيه يا راشد. ما قصرت بيض الله وجهك. انا والله ودي اشد راشد قدام راشد. يعني الجو مو مكشكش اليوم ولا يقابله؟ والله شوي هو مكشكش يعني الاسبوع هذا مكشكش. انا والله اليوم اكلم اخونا فيصل النعيمي ويقول لي احتمال كبير ترى القابله يكون ترى الهواء بارد شوي. لا ترى الاسبوع هذا ان شاء الله خلاص الجو حلو ان شاء الله احلى ما يمكن حق الكشتات يعني تقدر تطلع والشاي والقهوه هذه والرمس الزينه خلاص. الله يعطيك الف عافيه يا راشد. ما قصرت انا هداك بيض الله وجهك. الله يحفظك. طبعا الحين افضل وقت حق الكشتات. اي نعم. الليله القابله يوم السبت عندك لين المغرب عقب خلاص عود. بس الجو شلون؟ مكشكش دائما اذا كلمت راشد يقول جو. انا ما اعرفها بس عقب سالت عنها وعلمونا. الله يعطيك العافيه. مشاهدينا وصلنا لنهايه هذه الحلقه من برنامج ترحيب، اما غدا مشاهدينا راح تشاهدون فودافون قطر تعلن عن نتائجها المالية نصف السنوية. نعم مشاهدينا، والليلة إن شاء الله بتشاهدون بعد ترحيب برنامج حداق الساعة 8:30 وبرنامج رمعة الساعة 9، وعند الساعة 10:30 بإذن الله تعالى يمكنكم متابعة برنامج 102 FM. أما الساعة 11:30 بإذن الله تعالى راح تشوفون برنامج القلائل. لاقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم متابعتنا والمشاركة عن طريق تويتر من خلال هاشتاغ برنامج ترحيب. الوعد بإذن الله تعالى القابلة في مال الله. مع السلامة.